الحمد لله حمد الشاكرين ونؤمن بإيمان المؤمنين ونقر بوحدانية إقرار الصادقين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين ومكلف الجن والإنس والملائكة المقربين أي أعبد عبادة المخلصين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سيد الأنبياء المرسلين على خاتم النبيين أما بعد يا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا ربكم واطيعوا نبيكم قال الله تعالى إن الله تعالى لا حجة بيننا وبينكم الله جمع بيننا وإليه المصير إن الله واحد لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى في بعض وزحيتي فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ كيف تقضي يا معاذ قال فبكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله فإن لم تجد بارتضاء رأي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أخلص دينك يكفيك العمل القليل وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم أستغفره لسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والمعذبة على ذكر الله على خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر شامي ورضوانك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار رضي الله تعالى عنه وعمر فاروق قاضي عصاة الكفار رضي الله تعالى عنه وعثمان للنورين كام الحياء والوقار رضي الله تعالى عنه وعلي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه وعلى عمه المكرمين بين الناس أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه المكرمين بين الناس أبو مرة الحمزة من فضل العباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم أهد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وشراره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا لك من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أولى وأزواج الله أكبر وأعظم أكبر